طب انا عايز منك بس تقولي الو كده، قولي الو. الو، لا الو جامد صوت الو، عالي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه مين؟ الله وبركاته. اللي مين؟ جابني هنا كابتن فاطمه بتقول اللي سبب ان انا اجي هنا كابتن عبد النبي، طبعا زوج كابتن فاطمه عمر. اهلا بيك. ربنا يبارك لك يا استاذ، ربنا يخليك. اسمح لي طبعا اقول لك يا كابتن، لانه طبعا كابتن فاطمه قالت لنا ان حضرتك كنت لاعب رفع اثقال معتزل، فاسمح لنا نقول لك يا كابتن بس ونشكرك. هو رجع تاني ورجع تاني بس سايبني في حالي. طيب برضه رجع تاني وبنشكرك طبعا ان انت تحت لنا الفرصه ان احنا نستضيف طبعا كابتن فاطمه النهارده معانا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني. ربنا يبارك فيك وشكرا لحضرتك. كلمني بقى عن رحلتك ودعمك لفاطمه، وازاي وقفت في ظهرها سنين طويله، يمكن من 2001 انتوا او 2002 تم الزواج، حتى الان ما شاء الله كل الالقاب اللي خدتها وهي متزوجاك. كلمنا عن دعمك ليها يا فندم. هو يعني الحمد لله انا كنت اتجوزت فاطمه وهي اصلا بطلت، ويعني خدتها بطله والحمد لله استمرينا مع بعض لغايه ما كملت، والحمد لله بطله للنهايه ان شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي يعني، كلمني عن التفاصيل شويه، يعني لما بيكون عندها معسكر والبنات موجودين في البيت انت بتعمل ايه؟ بتتابعهم ازاي؟ مذاكرتهم، لان دور الام مهم طبعا في البيت. كلمني عن التفاصيل دي. هو التفاصيل دي بكل سلاسة، يعني ان فاطمة حتى لو في المعسكر بتتابع الاولاد في البيت، بتتابع المذاكرة بتاعتهم عن طريق التليفون، وطبعا لما بتخرج من المعسكر اذا كان اربع ولا خميس ولا جمعة طبعا بتتقعد معاهم وبتراجع معاهم الدروس وكل حاجة. طب قول لي يعني لما بتبقى هي مش قادرة تيجي من المعسكر، ممكن تاخد البنات وتروح لها ولا ما بيحصلش؟ لا طبعا بيحصل، بنروح نقعد معاها ونقضي اليوم وناكل ونشرب مع بعض ونقعد مع بعض، وبيبقى يوم لذيذ يعني الصراحه، ده لما اكون معسكر مغلق خالص. طب قول لي برضو، انت اكيد في مسيره فاطمه يعني اكيد في لحظات انت فخور بيها او انت ما تنساهاش، ايه اللحظات دي يا استاذ عبد النبي؟ والله لحظات لما بترفع علم مصر في وسط الدول الاوروبيه وفي وسط جميع العالم، ده بيبقى فخر ليا وفخر لجميع المسلمين والمصريين طبعا. طب فاطمه قالت لنا ان انت اهلاوي جامد. انا الحمد لله طبعا الاسره كلها عامه اهلاويه من الدرجه الاولى. ايوه كده. طيب وعرفت برضو ان النهارده كان يعني كان بالامر لازم ان شاء الله تكون في قناه النادي الاهلي. لا هو طبعا مش بالامر قوي، طبعا هي طبعا اهلاويه برضو زيي، وطبعا لما جه البرنامج بتاع حضرتك كان حظنا جدا 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 بحاجه زي كده، لان دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، ان تسمح لي ان اقول لك ده لقاء سحاب ما بين قناه الاهلي بطل القرن في كره القدم ولقاء كابتن فاطمه عمر اسطوره القرن في رفع الاثقال مع وقيم. والله احنا لينا الشرف، يعني عايز اقول لك والله فاطمه على راسنا من فوق لينا الشرف، يعني بجد انها مشرفانا. وعلى فكره احنا كنا بنخطط لهذا اللقاء من فتره طويله، يمكن من ثالث او رابع حلقه، واحنا نفسنا كابتن فاطمه تكون معانا. طب كابتن عبد النبي، ما تخلي شاهد وليلى يقولوا لمامتهم كل سنه طيبه على شاشه قناه الاهلي، هم جنبك انا عارف. معاك شاهد اهيت مع حضرتك. شاهد ازيك؟ زي حضرتك تمام. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ماما سامعاك، وليلى كل سنه وهي طيبه. طبعا احلى ام في الدنيا واطيب ام، وتعبت عشاننا كتير جامد، عشان كده ربنا رزع حته عسليه كده في 2003. حبيبتي يا سوسو. طب وقولي لي يعني، انت بتبقي فرحانه بماما لما تاخد بطولات يا شاهد؟ طبعا طبعا، يعني كل الناس تدخل تقول لي يعني احنا مش مصدقين ان احنا بنقعد معاها وبنكلمها وهي عظيمه كده يعني. ماما مسك الاعلى يا شاهد ولا لا؟ اكيد. طيب ولما ماما بتغيب بتقومي بدورها وبتخلي بالك من ليلى وكده؟ يعني خلي بالك برضو انت في يوم من الايام هتبقي ام، فانت اكيد معاك يا شاهد، انت بتخلي بالك من اختك وماما في المعسكرات؟ اه. طيب قولي لي، انت في ثانويه عامه صح؟ بس بحاول يعني. بتحاولي؟ طيب يعني بتقول لك اظن المحاوله مع الام هي كده. والله انا بشكر يا شاهد على الهوا بجد، قايمه بدوري في البيت، ويعني انا مش حاسه بقلق وانا قاعده في المعسكر وهي في البيت مع اختها وباباها، فان شاء الله ربنا يكرمها السنه دي وتخش الكليه اللي هي نفسها فيها يا رب. سمع يا شاهد الدعوه دي على الهوا كده برضو، ماما ما نسيتش تدعي لي. هتغرق. طب شاهد خلي ليلى تكلمنا كمان عشان نسمع صوتها وتقول لماما كل سنه وهي طيبه. مساء الخير. مساء الخير يا ليلى، ازيك؟ الحمد لله. كم سنه يا ليلى؟
10. 10. طيب ماما معاك، قولي لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. يلا. انا ماما قلت طبعا ماما يعني الكلمه دي شكفيها عشان ماما طبعا بطله كبيره، بس كل سنه وانت طيبه. وانا فرحانه قوي ان يعني ماما انا متشرفه، لان انا في المدرسه اصحابي بيقعدوا يقولوا لي احنا بنتمنى نكون مكانك، يعني في كل يوم انت بتغشي. فبجد انا حابه ماما، حابه بطولتها، واتمنى ان هي تاخد البطوله الذهب، قصدي الميداليه الذهب في البطوله الجايه ان شاء الله. طب حبيبتي يا لولو. ماما عايزه تقول لك حاجه يا ليلى، قولي يا حبيبتي يا لولو. انت قلبي والله، يعني ليلى دايما على طول كده محسساني بالفخر يعني. لا هي جميله وعايزه اقول يعني وليلى، طب قولي لي انت لما تكبري نفسك تكوني ايه؟ انا يعني نفسي اكون زي ماما، هي اللي ماما عايزاه انا لازم اكون عليه. يا حبيبتي اللي ماما عايزاه واللي ماما عايزاه خلاص، يبقى واكيد ماما بتدعي لك. طب بتدعي لهم بايه يا فاطمه؟ والله انا بدعي لهم يعني ربنا يكون حظهم احلى من حظي كمان ان شاء الله، وان شاء الله يوصلوا لاعلى المناصب. انا حابه ان انا ربنا يكرمني فيهم واشوفهم حاجه كبيره جدا، لان انا بجد انا تعبت معاهم كتير. أكيد. فنفسي ربنا يكل تعبي واشوفهم احسن حاجه في الدنيا يعني. اكيد. ليلى انا بشكرك يا ليلى، وان شاء الله يعني دايما كده يعني مفرحه بابا وماما، وان شاء الله نشوفك بطله كبيره انت وشهد. بشكرك يا ليلى.